الله 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 الله، ده اللي سمعته طلع بصحيح بقى. سمعت ايه؟ شقاوة زمان دبت فيها الروح. وين قليل الادب كان لازم يتربى. ومين بقى اللي صحصحت ايام الاكشن؟ ايه قول لي مين؟ الحق يا حاج. في ايه؟ الواد اللي انت ضربته بالقلم جاب اهل منطقته وجه. جاب ايه يا اخويا؟ خد ابويا وخش جوه. لا ما سيبكش فواز جوه. حد معين يا حاج فواز؟ استغفر الله العظيم، ده اللي ما اقدرش اعمله. لا اقدر اظلم ولا اتهم حد. لا انا ابن سوق يا باشا وفاهم. السوق ياما بيلم الطيب على الرضي، واكيد زي ما في ناس بتحبني في غيرهم بيكرهوني، مع اني والله العظيم ماشي بما يرضي الله. عموما يا حاج انا عايزك تطمن على الاخر. احنا باذن الله في اقل من 48 ساعه هنكون وصلنا للي عملها. وبالنسبة لشوية العيال الصيع دول بتوع المنطقة، احنا لمينا معظمهم والباقي ان شاء الله جاري البحث عنهم. انا عايزك تطمن مش هنسيبهم. قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل يا باشا. حاضر حاضر حاضر. كسرت الباب حرام عليكم. بقول حاضر بقول حاضر. يا لهوي يا لك يا راجل، انت كنت فين كل ده؟ ها ومين اللي عامل فيك كده يا عيني امك؟ انت مش يا ولية حرام عليك، شوية تمييز. ما انا قدامك معجون اهو. طب ما تطلع يا راجل، خلينا اطمن بدل ما انا عالي عمال يودي ويجي. انا ولا قادر انطق ولا قادر اتكلم، انا واكلم بنيه في بقي مش قادر اتكلم. يا حبيبي ده انت شكلك مش قادر تصنب طولك خالص. طب تعالى تعالى. طب الراحة بالراحة اهو. الحتة دي ما تعالى. ماشي خلاص. يا لهوي البنت اتكسرت. يا لهوي ما هي سليمة الحمد لله. يا بختها سليمة. دور يا سعاد، يعني انت مفيش في عيلتكوا راجل تخاف عليه اللي بتعمليه فيا ده؟ فهمني بقى كده ايه اللي حصل؟ بدل ما اخلص على الباقي منك وانت عارف. مجنونة انا مجنونة. يلا بقى يا حبيبي قول لي كنت فين بقى طول الليل. هقول لك يا سعاد. حاضر. دي كانت ليلة يا لهوي يا خرابي يا نهاري. انت يا راجل كلها مطافي وحرايق ومستشفيات وبوليس وكلاب بوليس. كانت ليلة سودة ما شفتش زيها من ليلة دخلتنا. من دخلتنا وحياتك لا خليها الذكرى الثانوية. تعال يا باي. ايه ضاع غالية فلوس متلتلة. الحمد لله يا حاج الحمد لله. ألف سلام عليك يا جدو. يسلمك يا حبيبي من كل راضي ومن عين كل اللي بيكرهوك وعاوزين يحسدوك. قادر ربنا ينجيك من شرهم ويقتل سمهم وينجيك من نارهم كده زي سيدنا إبراهيم، ما هي كانت بردا وسلاما عليه. الميه دي يا حاج فيها شويه ملح هيسحب من جدتك كل التعب وينسيك هم الدنيا واللي فيها. كله فدا تراب رجليك يا حاج. الجهاز بقى بتاعي ده اسم الله على مقامك. يا
يعمل ريلاكسيشن جامد جدا جدا. ده اكسلنت يا حاجه، انا مجرباه صدقني هيفك لك عضله عضله في جسمك. يا اختي بالراحه شويه على الحاجه، هو ناقص يا نهار ما تحاسبي، خلعتي كتفي. اه بقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. رأيتك يا فواز يا ابن فوزيه، رأيتك من كل عين راضيه ونفس غلاويه. المدفع ضرب، يلا يا جماعه بسم الله الاكل جاهز. عامله لكم دقيقه باميه تستاهل بقكم، وعامله لك اللحمه بالبصل اللي انت بتحبها. يلا علشان الاكل ما يبردش. يلا يا منعم تعالى ورايا. فواز يا ابني انا عارف ان السبب، بس يا ابني لا يا حاج، ده ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ لا اله الا الله، مش هكون انا عشان اعرف احاسبك ولا اتكلم معاك في حاجه زي كده. ده مالك وفلوسك وفلوس الدنيا كلها ما تسواش تطلق في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يابا وناكل معاهم، ده اللمه دي والله تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا يا ابني يديك على قد ما قلبي راضي عنك. ربنا يخليك. آه يا بابا. استغفرك يا رب يا رب. اغفر لنا وارحمنا يا رب. اغفر لنا وارحمنا يا رب. اغفر لنا وارحمنا. استغفرك يا رب واتوب اليك. استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم يا حبيبي، انا جاي اقول لك اني من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها، جبتها يمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار. هم اخوات انهار، ما فيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق، وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة، وانا عارفاهم. والعلم كده ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصه دي، ومش بعيد تكون شريكه معاه. اه والله، تصدق بقى فكره، هي ممكن تبقى شريكه معاهم يا حاج، لان لعلمك بقى النفس وحشه. اه وحشه وامره بالسوء احيانا. وهتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجه. لا اله الا الله، دي حبيبتي. بس انا كل الموضوع اني عايزه انورك، أدور لك طريقك يا حاج. عايزة أشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى لعيونه. سميحة، عيون سميحة من جوه، أؤمرني يا قلبي. قدامك حل من تلاتة، يا ولع فيكي بجاز زي المخازن، يا ارمي عليكي يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمالي نخور بيني وبين بنت عمي واخواتها، يا تقومي تلمي هدومك وهلاهيلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي. يا حاج انا كده اتقالي، وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا. يا لهوي، انتوا ليكوا يد في اللي حصل لجوزي ده؟ حصل؟ وايه اللي حصل؟ انا اهو ماله جوزك، حصل له ايه؟ والنبي اسكت انت شويه يا عم، ولا ما تستعبطش عليا. حرق المخزن وكسر المحل انت ليك يد فيه؟ مخزن ايه ومحل مين؟ احنا لا سرقنا ولا حرقنا. جرايه يا نهار، انت جايه ترمي بلاويك علينا ولا ايه؟ الله، جرالك ايه يا نهار؟ انت عايزه تودي اخواتك في داهيه ولا ايه؟ وبعدين اشمعنى احنا؟ ما جوزك له عدوين يا بأمرت الخبر الحلو اللي كنت جايبه لاخوك، ولما شفت وشي عظمت الكلام. ولا تكونش فاكر ان دخلت عليا اللعبه بتاعت الوظيفه والعلاوه، ولا طرختك عجنك وخبزاك وجابك من اولك لاخرك. الله ما تتلم يا بنت، الله جرالك ايه؟ يا ابو اخواتي عصابه. لا 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 لا، عمر اخواتك ما كانوا عصابه علشان يحرقوا ويكسروا، وبعدين اخت احنا اصحاب حق وحقنا هناخده بالقانون. ماشي، بس قسما بالله العظيم لو اكتشفت ان ليكوا يد في اللعبه الوسخه دي، لا هكون انا اللي مبلغه البوليس ومسلمكم بايديا الحكومه. تعالى تعالى يا مسعود، تعالى يا مسعود يا صياد، شوفوا ولادك هما بياكلوا ببعضيهم. اهدي بس يا اما، بقول لك ايه يا نهار، انت مش غريبه، اعرف خيرك الكبير. انت هتوجعي دماغنا معاكي ليه؟ قلنا لك ما عملناش حاجه. يا رب
بتمنها يا اخويا من قلبي، والله بتعب ربنا خايف ظني فيك، واطلع انا اللي ظالمه وبنت كلب فشخطتي. اهي اهي يا بنتي بالهداوه مش كافي. ايه بقى؟ ايه بقى؟ اللي قالته اختكوا ده صح؟ انت يا واد مهنك له قبل ما اموت فيه؟ يا حسنات انت هتعوم على عمها ولا ايه؟ احنا لينا حق عندهم بس ناخده بالاصول بالذوق مش بالبلطجه. وبعدين لازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان اختكوا انهار عايشه في وسطيهم يا رجاله. اديكي قلتيها يا امه. يا امه يا امه بنقولك ما عملناش حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل. السيد اشتركوا الآن في قناة شوف الدراما الثالثة ليصلكم كل جديد.